اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا ومتابعينا في حلقه جديده من برنامج هيلثي لايف. اليوم في فقرتنا الاولى راح نتعرف وياكم على انواع الالياف العضليه، وايضا بالفقره الثانيه نجهز لكم تمرين راح يكون حق المستوى المتوسط والمستوى المتقدم. التمرين راح يكون فيه شامل اجهزه ودامبل وبادي ويت. في البدايه خلينا نسولف وياكم عن انواع الالياف العضليه عشان نعرف شلون طريقه تمرينها وشلون نقسم تمريننا وشنو الهدف من تمرين كل عضلة أو كل نوع من هذه الألياف. في البداية عندي الألياف العضلية سريعة الانقباض أو اللي يسمونها Fast Twitch Muscle Fibers. هذه العضلات هي اللي تكون لك الحجم العضلي الكبير أو هي اللي تكون لك الضخامة العضلية. هذه العضلات هي المسؤولة عن السرعة، عن القوة، هي المسؤولة عن أعلى وزن تقدر توصل لها، هي مسؤولة عن أسرع أو السرعة القصوى اللي تقدر توصل لها. عادة يكون شغل هذه العضلة أجزاء بسيطة من الثواني لتقريباً خلينا نقول أقل من 30 ثانية. هذا النوع من العضلات شلون أنا أشغله أو شلون أنا دائماً أتمرن له؟ مثل ما نقول هي تمارين المقاومة هي المسؤولة عن هذا النوع من العضلات. فإذا أنا راح أدش خلينا نقول طريقة تمرين الباور ليفتنج أو الويت ليفتنج اللي هو رفع الأوزان الثقيلة، التمرين اللي فيه سرعات عالية خلينا نقول حق العدائين حق ال 100 متر سبرنت او 200 متر او كحد اقصى 300 متر، هذا عاده يدش في الالياف العضليه سريعه الانقباض. هذه نوع التغذيه يكون خاص بها، تعتمد على الكربوهيدرات كمصدر للطاقه. الانواع او النوع الثاني اللي هو العضلات البطيئه الانقباض او اللي يسمونها السلو تويتش ماسل فايبرز، هذه عاده تكون من بعد خلينا نقول 30 ثانية أو دقيقة إلى فترة طويلة، من مثل تمارين التحمل، مثل تمارين خلينا نقول الماراثون، مثل التمارين اللي تكون سرعاتها أو مسافاتها وايد طويلة خلينا نقول بعد 600 800 1000 متر وفوق. هذه عادة تكون حق الناس اللي تدش ماراثونات، هذه عادة تكون حق الناس اللي قاعد تشتغل على خلينا نقول قوة تحمل العضلة. شلون أتمرن لها؟ عادة هذه النوع من الألياف تستخدم بعد فترة طويلة من التمرين، خلينا نقول من بعد 30 ثانية الجسم يبدأ يغير نوع الألياف العضلية، تدش في الألياف العضلية البطيئة، الوزن يكون جدا منخفض، التكرار يكون جدا عالي. إذا أنا مثلا خلينا نقول قاعد نشيل 1 أو 2 أو 3 كيلو قاعد أشيلها بالبايسبس نفسها بس فترة وايد طويلة، خلينا نقول تكرار أكثر من 20 تكرار، هني تدش اللي هي السلو تويتش فايبر. هذه ما تعطي حجم عضلي كبير لكن هذه تعطي قدرة تحمل وايد كبيرة. نوع التغذية تفرق وياك، الجسم يستخدم الدهون المخزونة بالجسم كمصدر طاقة أو الدهون اللي أنت تاكلها من الدهون المفيدة كمصدر للطاقة. إذا أنت إنسان عادي ومو قاعد تتخصص برياضة معينة لكن أنت قاعد تشتغل على صحة جسمك بشكل عام، ف انك تمزج هذه النوعين من الالياف العضليه في تمرينك شيء وايد مهم. اذا انت كنت عداء او اذا انت كنت قاعد تستخدم تمارين المقاومه بشكل وايد اكبر، ضروري انك تدخل الالياف البطيئه بشكل مستمر بجدولك عشان تقوي لا يصير عندك ضعف. وإذا أنت العكس قاعد تشتغل على خلينا نقول مسافات طويلة من ناحية الجري أو الرون أو أي جهاز ثاني أو السباحة أو غيرها، فضروري إنك تدخل وياك العضلات سريعة الانقباض عشان ما يصير عندك ضعف من الناحية هذه. وصلنا وياكم مشاهدينا الى الفقرة الرياضية. اليوم جهز لكم تمارين حق المستوى المتوسط والمستوى المتقدم، راح نستخدم فيها عدة اجهزة، راح تستهدف عضلات الريل، عضلات المعدة وعضلات الظهر، وراح ندخل للترايسبس. التمرين راح تكون شدته شوي عالية، تمرين طويل، حتى خلينا نقول التحمل العضلي راح يكون فيه شوي
عالي. اللي راح اسويه بالبدايه راح اسوي جولتين، راح استخدم جهاز الروينج، راح اشتغل عليه، راح اسوي 400 متر رو. المسافه اللي راح اسويها 400، المقاومه اللي احطها على الرقم ما تقل عن رقم 5 ولا تزيد عن رقم 7. راح اسوي 400 متر، احاول تكون شوي السرعه فوق المتوسط، ارفع الهارت ريت، دائما افرض ظهري واسحب ايدي للاخر. خلصنا من ال 400 متر، بعدها راح ندش تمرين الريول، راح نستخدم الدامبل عندي كوزن. راح امسك الدامبل يمين يسار، راح ارجع راح اسوي ريفرس لانجز، راح اسوي 20 تكرار، 10 كل ريل. اخلص من ريلي اليمين، بعدين ابدل ريلي اليسار. خلصنا، بعدين راح نسوي دامبل رو، راح اشغل عضلات ظهري، انزل ظهري وصدري بالطريقه هذه، حوضي يرجع لورا، راح اسوي 15 دامبل رو. اخلص، راح انسدح على الارض، راح اشتغل على تمرين المعده، راح افرد ريلي بالشكل هذا واسكرها مع بعض، ارفع صدري واسحب ريلي، راح اسوي 20 تكرار، اخلص، بعدين راح اجي عند البوكس وراح اشتغل على عضله الترايسبس، افرد ريلي لقدام، اسكرها واخلي حوضي لازق عند البوكس، انزل بشكل كامل لتحت وادز بس بايدي. راح اسوي 10 تكرارات، اخلص، بعدين ارجع مره ثانيه حق جهاز الروينج، مره ثانيه راح اشتغل على الجهاز وراح اسوي 400 متر رو. خلصت، طبعا ال 400 المفروض ما تاخذ منك اكثر من دقيقه و 45 ثانيه عشان تعرف اذا انت قاعد تعطي مجهود زين بالتمرين. راح اخذ الدامبل، راح ارفع ريلي واحده فوق البوكس والريلي الثانيه اخليها قدام، انزل واصعد، راح اشتغل على كل ريل 10 10. خلصت، بعدين مرة ثانية راح اشتغل على تمرين الظهر، راح اسوي 15 تكرار، اخلص، انسدح على الارض، راح اشتغل على تمرين المعدة، راح اسوي 20 تكرار، واخر شيء راح ادش للترايسبس. دائما حوضي يكون لازق عند البوكس، ريلي مسكره ومفروده، استخدم بس ايدي وانا صاعد نفسي، راح اسوي 10 مرات. خلصنا، عندنا اخر مجموعه الحين، راح نرد مره ثانيه نسوي 400 متر رو. بعدها راح استخدم البوكس، راح اصعد فوقه، لكن هالمرة اكون ماسك الوزن، اقدر امسكه بالشكل هذا، راح اشتغل 10 ريلي اليمين و10 ريلي اليسار. اللي اركز عليه دائما اني اصعد بريلي كاملة لفوق، بعدين احط ريلي الثانية
ما اصعد للنص وادز بريدي الثاني لفوق. خلصنا من العشره، بعدين راح اشتغل دامبل رو 15 تكرار. انزل على الارض اشتغل تمرين المعده، راح اسوي 20 تكرار. اخر شيء عندي الترايسبس 10 تكرارات. طبعا هذه الجولة الأولى خلصت، أقدر أريح من دقيقتين لثلاث دقائق، أرد أعيد أسوي جولة كاملة نفس الشيء، كذي أكون أنا خالص تمرين اليوم. يعطيكم العافية على مجهودكم الطيب، نشوفكم إن شاء الله تمارين جديدة، مع السلامة.